اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم ايه النهارده معايا. الله، دي لعبه جديده من بلايدو، عباره عن كاندي جار، يعني ايه برطمان فيه حاجات حلوه كتير قوي قوي قوي. هنعملها مع بعض بالبرطمان الفظيع الكبير قوي ده، بكل محتويات الحاجات اللي هنعمل بقى كب كيك وهنعمل بسكوت وهنعمل حاجات كتير قوي حلوه. بصوا المحتويات فيها دي، فيها 19 قطعه، في اشكال بقى قلوب وفراشات ونجوم وحاجات بقى كتير قوي قوي مشوقه جدا. تعالوا بقى نفتحها مع بعض ونتفرج عليها ونشوف بقى ايه البسكوت والكاندي جار ده عباره عن ايه وهيكون شكله عامل ازاي وناكله ازاي ايه ونقدر ان احنا نلعب بيه ازاي. طبعا انتوا عارفين الصلصال ده ما بيتاكلش، وكمان في كذا ايه صلصال مختلف. تعالوا بقى نفتح البرطمان ده من قريب ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. واو، بصوا كبير ازاي، شكله جميل جدا. اهو حطيناه بقى كده اوكي، بعدين بقى هنفتحه، بيتفتح بقى كده وننزل بقى الايه الحاجات اللي فيه. بص بقى فيه قطع كتير جدا ازاي، عشان نقدر ان احنا نعمل بقى كب كيكس وبسكوت وحاجات حلوه كتير قوي بالايه بالحاجات اللي معايا. وطلعت كمان علب الصلصال وطلعت كل محتويات الايه العلبة بتاعتي. في حاجة بس محشورة اهو، بصوا كده بقى كل محتويات اللعبة. في بقى معايا اطباق ومعايا بصوا ده الطبقين اللي احنا هنحط بقى فيهم الكب كيك اللي احنا هنعملهم بالصلصال بتاعي. وبصوا دوت بقى ايه العصاية اللي احنا بنضغط بيها، ودوت ايه الشكل بتاع التاني اللي احنا بنزين بيه. وبصوا بقى ده، الله، كل ده بقى قطع عشان احنا نيجي نضغط عليها ندوس فتشكلي الصلصال بالشكل اللي احنا عايزينه. وهنا برضو بقى بصوا في شكل تاني، كل يعني الحاجات دي الناحيتين فيهم شكلين مختلفين. وده بقى الصلصال بتاع اللون الاصفر، هنفتحه بقى كده وننزله. واو، شكله فعلا لونه جامد. بعدين هنا ده بقى اللي هو لونه بني. واو، برضو شكله جامد جدا. وهنا ده اللي هو لونه اورنج بامبا قصدي. برضو شكله حلو قوي. وده اللون الازرق، لونه كمان جامد جدا 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 كده. اتفرجت بقى على الايه على الصلصال بتاعي، فتعالوا نكمل بقى بقيه التفريج على المحتويات. هنا بقى معايا فراشه ومعايا شكل قلب، ممكن احنا بقى نضغط على الصلصال فيتشكلوا لي بالشكل ده. وهنا بقى دي اشكال الكب كيك، نقدر ان احنا نشكلها بقى على شكل ورد كده. ودي بصوا بقى دي نجمه، برضو نقدر ان احنا نعمل مثلا بسكوت بيها كده. وبصوا دي شكل عظمة، وهنا بقى دي شكل ايه، دي شكل دورية بس كده. ومعايا هنا بصوا ده شكل واحد اوكي، برضو لونه ازرق، نضغط بقى عليه شكلي الصلصال. ودول برضو ايه لما ادوس بقى كده عليهم بيفرغولي الصلصال على شكل الكور الصغيرة دي. ودي بقى برضو ممكن ان احنا نحط فيها الصلصال ونعمل بقى بيها كورة الايس كريم او كده. وهنا بقى بنحط الصلصال هنا ونضغط، ده زي مسدس كده بتاع الصلصال، بيشكل الصلصال على شكل النجمة اللي بره. وهنا بقى دي برضو اخر شكل معايا، بصوا عاملاه ازاي، فيها شكل الفراولة والحاجات الصغيرة اللي احنا نحطها ايه فوق الكب كيك بتاعتي. ودي بقى برضو نفس الكلام، فيها قلوب ونجوم وحاجات كده وقمر وتبة ومكتوب عليها بلاي دو من فوق. دي عشان نحط بقى فيها صلصال وتتشكلي بالشكل ده، ونحطها بقى نزين بيها الكب كيكس والبسكوت اللي احنا هنعملهم. واو، شايفه ان هي فعلا لعبه حلوه جدا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولوا لي الرقم بقى فيها في الكومنتات. تابعونا قناه العاب الاطفال، هنجيب لكم لعب كتير قوي 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 حلوه بالصلصال. اتمنى يكون الفيديو الفصيحات عجبكم. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.